وأهل الأعزاء الله يمسيكم بالخير. الله يمسيكم بالخير. بس حابين نسمع من إخواننا اللي بدخلوا على البث إذا الصوت واضح. زيد محمود أبو زيد الله يمسيك بالخير. الصوت واضح يا زيد؟ حاب بس ترد لي خبر إذا الصوت واضح. الصوت جيد، أوكي. إخواننا الأعزاء الله يمسيكم بالخير ويعطيكم العافية. العم أبو هيثم الله يمسيك بالخير، تشرف بوجودك على اللايف عمي أبو هيثم. إخواني الأعزاء، بدأ الحديث هذه الأيام عن تعديل وزاري راح يصير بآخر شهر 2، يعني بآخر الشهر اللي احنا فيه. طبعا من خلال الحديث عن التعديل الوزاري بدأت بعض الإرهاصات تصير على أنه راح يتم تأجيل الانتخابات النيابية اللي مزمع إقامتها بشهر أيلول هاي السنة، يعني بشهر 9 بهذا الصيف إن هي تصير الانتخابات البرلمانية. فصار الحديث من الناس أنه يروج أنه لو نأجل الانتخابات حتى أنه الحكومة هاي تأخذ فرصتها بتطبيق خطتها الاقتصادية، بتطبيق الحزم الاقتصادية اللي أعلنت عنها، بحزمها الاقتصادية اللي أعلنت عنها، وإعطاء يعني هامش من الوقت لرئيس الحكومة والحكومة، فبالتالي إنه نأجل الانتخابات للسنة القادمة. أوكي. طبعا موعد الانتخابات البرلمانية يعتبر من المواقيت الدستورية، وهاي المواقيت الدستورية الاعتداء عليها يعتبر مثل الاعتداء على الدستور. وإحنا بالأردن كثير صار اعتداء على المواقيت الدستورية وعلى السلطة التشريعية، وأهم هذه الاعتداءات وأهم هذه الاعتداءات حياك الله هلا عم أبو هيثم. وأهم هذه الاعتداءات اللي صار سنة 2007 لما صار تزوير الانتخابات، يعني التزوير الفاضح للانتخابات. وبعد تزوير الانتخابات صارت قوانين انتخابات تعزز المناطقية وتعزز العشائرية. فصار هيك النائب أو عضو السلطة التشريعية مكبل بالسلطة التنفيذية ومكبل بالأجهزة الأمنية ومكبل بقانون انتخابات أكثر ما هو معتمد على برنامجه الانتخابي أو على رؤيته الانتخابية. هذا الحكي أفرز ضعف عند مجلس النواب وعند السلطة التشريعية، وصرنا نسمع مصطلحات عند الشعب بقول لك نواب الألو أو نواب الدائرة أو النواب اللي بتجيبهم الأجهزة الأمنية. فبالتالي صارت هذيك النهار دراسة عملها مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية. هاي الدراسة قاست مدى ثقة الشعب الأردني بمجلس النواب. فكانت نسبة الدراسة إنه 16% فقط من عينة الدراسة هم بيثقوا بمجلس النواب. وفي شبكة الباروميتر العربي البحثية، وهي شبكة استقصائية، عملت كمان بحث زي هيك بدها تشوف نسبة ثقة الشعب الأردني بمجلس النواب، وكانت نسبة الثقة 14%. وهي النسب اللي بنحكي عنها نسب كارثية، نسب كارثية، إنه الشعب الأردني مقدار ثقته بمجلس نوابه أو السلطة التشريعية بس 16% أو 14%. هذا لا يعني الانتقاص من ذوات النواب أو من كفاءاتهم، لا، في عنا بالأردن نواب رجال دولة، وفي نواب تقنقراط، وفي نواب كفؤين على جميع المستويات. ولكن اللي بصير التحجيم والتحديد لحرياتهم ولصلاحياتهم والقوانين الناظمة للمجلس أو للوصول للمجلس أسهمت بالتقليل من إجراءاتهم والتقليل من حريتهم وقدرتهم على التأثير بالأحداث. بس ومن أهم الأحداث هذه اللي ما قدروا يأثروا فيها هي إضراب المعلمين واتفاقية الغاز وارتفاع الأسعار اللي صاير بشكل كبير الأيام. حتى نعرف أهمية السلطة التشريعية وأهمية مجالس البرلمانات موجودة بالعالم، خلينا نرجع بالتاريخ لسنة 1940. سنة 1940 إجت ألمانيا اجتاحت فرنسا واحتلت باريس، وحليفتها إيطاليا كمان اجتاحت فرنسا من الجنوب واحتلت جبال الألب كمان. وفي هذه الظروف كلها اجتمعت الجمعية الوطنية الفرنسية في قرية اسمها قرية فيشي،
وأعلنت حكومة اسمها حكومة فيليب بيتان. يعني أنت شوف الظروف اللي كانت فيها فرنسا، باريس محتلة والنازيين محتلين شمال فرنسا كلهياته، بسموها أوكوبايد زون، والبريطانيين محتلين جنوب فرنسا، محتلين كل جبال الألب، ومع ذلك ما أجلوا المجلس النواب وما فرطوا مجلس النواب، وبقى مجلس الأمة يجتمع وأفرز حكومة اللي بسموها حكومة فيشي. طبعا كثير ناس مثلا لما يسمع كلمة حكومة فيشي بروح على باله مثلا العمالة للنازية أو خيانة البلد أو إشي زي هيك. اسمع، العمالة بالنسبة لحكومة فيشي يعني هاي شغلة يمكن غير دقيقة. رئيس حكومة فيشي هو اسمه الجنرال فيليب بيتان، هو نفسه اللي كان قائد القوات الفرنسية بالحرب العالمية الأولى. بس اللي صار لما الألمان اجتاحوا فرنسا، هذا الرجل عمل الحكومة هاي، حتى حسب وجهة نظره، احنا بنحكي شهادة تاريخية، حسب وجهة نظره انه بيقدر يحافظ على اي شيء بيقدر يحافظ عليه من فرنسا، بيقدر يحافظ على فرنسا من الانهيار التام. طبعا في ناس راحوا على لندن وسووا حكومة فرنسا الحرة، اللي هم شارل ديغول وزملائه وكذا، وكانوا يطلعوا ينظروا على الشعب الفرنسي انه اصبروا واحنا راح ننتصر وكذا، من بريطانيا من لندن يطلعوا على الشعب الفرنسي ويطلعوا على البي بي سي وينظروا على الشعب الفرنسي، في حين كان الجنود الفرنسيين قد ما المانيا مسيطره على فرنسا والوضع صعب عندهم، كانوا غرقوا سفنهم بميناء تولون قد ما هم خايفين انه النازيين يستولوا عليهم. في عز الكرب اللي كانت تتعرض له فرنسا، هاي الناس ما هجت من فرنسا، ظلت بفرنسا حتى انها تدافع عن اي شيء بتقدر تدافع عنه. الناس اللي راحت صارت تعطي آرائها من بعيد وتحكي على البي بي سي وكذا، هي الناس سووا حكومة ثانية اسمها حكومة فرنسا الحرة. وبتعرفوا كالعادة التاريخ بكتب المنتصرون، لما صار إنزال النورماندي وصارت عملية الأوفرلود بأوبريشن، وحللوا فرنسا، حرروا فرنسا، بتعرف إجوا الأمريكان جابوا الناس اللي كانوا ببريطانيا وكذا، اللي زي فيليب بيتان والناس اللي معاه، هربوا فترة معينة بعدين أعدموا، بعد يعني قصة أعدموا وبعدين انسجنوا، يعني قصة معينة ألصقت فيهم تهمة الخيانة، مع إنه الناس هذه كانت تحاول الحفاظ على ما تبقى من فرنسا. إحنا مش موضوعنا، إحنا الدال بالموضوع هذا ولا شيء بالشيء يذكر، إنه شوف أهمية المجالس البرلمانية في أحلك الظروف. إحنا بالأردن يعني إذا بتشتي عنا بتصير بدنا نأجل الانتخابات. الانتخابات النيابية ومواعيد الانتخابات النيابية أو أي انتخابات أخرى، تمام، هي مواقيت دستورية، والاعتداء عليها والتلاعب عليها يعتبر اعتداء وتلاعب بالدستور. هاي رسالتنا للحكومة، الحكومة الأردنية، وإذا في لأي تعديل وزاري، أي نية لتعديل وزاري، ما في مشكلة، كثير بتصير انتخابات مبكرة، في كثير بتصير بدول انتخابات مبكرة وما بيعتدوا على المواقيت الدستورية. تقدر الحكومة تلاقي لها وصفة تشريعية، تقدر الحكومة تلاقي لها فتوى سياسية، أما لا تقرب الحكومة الآن الانتخابات البرلمانية وموعدها. يكفي المجلس التشريعي ويكفي السلطة التشريعية بالأردن التلاعب فيها. إحنا ما صدقنا إنه يرجع نوع من الثقة بالعملية الانتخابية بالعديد من المجالس، ونوع من الثقة بالعمليات الانتخابية وعملية الانتخاب ككل. فإذا الحكومة بدها ترجع من أول وجديد ترجع وتبدل وتقدم بالمواقيت، فراح تهز الثقة هاي اللي انبنت على مضض بالعملية الانتخابية. شكرا لكم اخواني على متابعتكم، والله يعطيكم العافية.